السلام عليكم، بنات لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كانت عندي اليوم واحد السيده مشيت وصلتها للدار ديالها، ما بغاش نبكي، ما بغيتش نبكي، جيت الناس وصلت واحد السيده للدار ديالها مشيت وصلت لواحد السيده للدار ديالها، كندخل للدار كنتفاجئ، عطاني اذان هاد البرا هادي جاتني من المحكمه، تفاجئت بان السيد رفع عليا دعوه باش ياخذ ليا الدراري. عيطت لي قلت لي خويا، قلت لي السلام عليكم، قال لي سلام، قلت لي ديري هادشي اللي كدير فيه، هادشي اللي كدير فيه راه حشومه، راه هادشي اللي كدير فيه راه ما كيدخلش العقل. قال لي ما عرفتش البنات، مخربقه باغي نعاود لكم ومخربقه، ما عارفاش منين غنبدا، انا ما عرفتش المشاكل منين كتجيني. انا كان الحمد لله كنهز رجلي كتغرق الاخرى، كنهز رجلي كتغرق الاخرى، ما عرفتش والله البنات، ما عرفتش ما عرفت مش من عند الله ولا من عند الحب. كنت جايه في الطريق وصلت واحد السيده، البنات انا نعاود لكم، وصلت واحد السيده وكنت جايه في الطريق وتلاقيت مع واحد البنت مسكينه كتبيع داكشي ديال فارماسي، وبعت لي ريسيل، قالت لي ساره خذي هذا وتعاوني معايا وهذا، وخديته وجربته في عينيا، ملي بديت كنبكي دابا داع ليا في عينيا مسحته. قلت لكم انا جايه تلاقيت مع اذان، قال لي ماما راه جاتك هاد البره هادي. دخلت ما عرفتش، شفت ساره مدير هذا صافي، فتحتها كنت تفاجئ بان السيد رفع بيا دعوه ديال باش ياخذ لي الدراري. علاش هادشي؟ عيطت لي قلت لي السلام عليكم مصطفى، صافا بخير؟ قال لي كديره لاباس؟ قلت لي لاباس الحمد لله. بلاتي انا سنسالي يا ماما، قلت لي دير اش دور؟ قال لي شمنور؟ قال لي على السلامه ملي جات نهار الحد، نهار الثلاث عاد عيطت للسيد وسولته عليها وقال لي راه عيان وهذا وبقى كيهضر معايا بحال هكا. قلت لي علاش فاش اديتك؟ شنو درت لك؟ علاش انت نوصل لهاد المواصل هادي؟ قال لي شوفي داك النهار هذاك خينا هضر عليها كريم جوج، حيت كان نهار اللي وقع داك المشكل راجلي عيط للدوليه، قال لي شوفي، نقول قال لي جوج كلمات، الله يرحم لك الوالدين فاطمه الزهراء الداودي راه كلكم كتعرفوا، قال لها غادي تقولي لذاك السيد انا راه ما عندي مع السوشيال ميديا، ما عندي قناه، ما عندي مع مخزن، ما عندي مع هادي، غتفوت لي ولادي، ما غتفوتش لي ولادي، غتشوف شي حاجه اللي ما عمرها وقعت في هاد الدنيا. قالت لي فاطمه الزهراء غير تهدن وهذا، وهي تعيط لي، قالت لي شوفي راه عيط لي وشنو واقع وشنو معايا، هي خارجه من الدار ديالها والصدفه يتلاقى مع كريم هو مراته في المكتبه، تلقى جاي ويا تقول لي جابك الله، يلا كنت خارجه نشارجي غنعيط لك، راه عيط لي فلان وراه قال لك فوت لي ولادو ولا غيدير لك ولا غيادي ولا ولا. ناض عيط لي من عندها قال لي شوف السيدي انا ما جبتش لك ابن عوله، قال لي قالوا لي جبتيهم. عيط لي في واحد، عيط لي ديك الساعه قال لي كريم شوف انا مستعد نعتذر قدام المغاربه كامل، مستعد نجي نبوس لك رجلك قدام العالم الا تصابيت انا ذكرت لك ولادك ولا جبت لك ولادك، انا هذوك دراري عليا في التقار ما جبتهمش بحال هكا. المهم بقاو كيهضروا ما عرفتهم رجال بيناتهم، سلاوا الله اعلم باش سلاوا،
انا ما فراسيش هاد الهضره، عرفتها مؤخرا حتى وقع الصلح بيني وبين كريم. هذا معايا دابا قال لي شوفي المشكل اللي تجبد في الاول ولا ولادي في السوشيال ميديا غادي يكبروا وغيبقى تابعهم هادشي هما رجال ماشي تعيالات. البارح كنشوف الدري كيبكي كيقول لك بقات فيا نوال مشات نجوى، قال لي كل مره مدخله للدار ماركه في شكل الدراري. قلت لي كيفاش ماركه في شكل؟ لينا فشاريت شفتيهم البارح كيبكيو، واش البارح درتي شكايه غتوصلني اليوم؟ راه ما يمكنش يعني راك مخطط. واش انا خرجتوني وانا طاجه وكنلقى السحور في الفراش وكنلقى في البيبان وكنلقى في حوايجي وانا نفسه تسحرت وانت عارف هادشي كامل وخليت حوايجي في الدار وخارجه دايعه عفيانه عيانه ما مره من جوج مع الوحده الليل كنكون ناعسه في الفراش حداك حتى كنوض كنجري في الخلع عريانه لا صندالة عفيانه ما كنعفط في الجوج في الشوك ورجليا دمياش وغادا غير وسط الخلو كنغوت والديا محدايش كاينين في الداخله والدي محدايش وانا كنغوت ربي اللي خلقني كنغوت وبقى صغيره عندي 19 عام ما نعرف بحال هكا 18 19 20 غادا صغيره كنغوت وكنغوت وكنجري في الجاج وكنجري حتى كنسخف بداك الجاج ما كيبقاش عندي كنسخف في الزنقه من مره من جوج بقيت حفيانه مره من جوج بقيت عريانه دايعه كنغوت كنخرج. واش عقلتي نهار اللي تلقيت الرموك غادي كنجري خارجه من 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 الدار كنجري وانا نتلاح قدام واحد الرموك الرموك فرانه بقى بيني وبين الرموك قد هكا كتصوروا الرويد شعلات فيهم العافيه الرويد شعلات فيهم العافيه ديال الرموك مور الرموك هبط وركع وشد فراسو بحال هكا بقى كيغوت كيقول لي دعيتك الله شنو بغيتي عندك انت غتصفي عليا راه عندي ربعه ديال الاولاد دعيتك الله كيف انا ما عرفتش كيفاش تخرجت من الدار كنا جالسين ضحكين ناشطين حتى ماما تهزيت كنجري 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 مشيت لحيت وسط الرموك كان غادي معسني داك الرموك راه ديال بالشهاده ديال الجيران كامل اشنو وقع ليا الغد ليه قال سمع ليا ما بيا قلت لي شوف قال لي شوفي كيبقاو يحكوا على الدبره يحكوا على الدبره يحكوا على الدبره يحكوا على الدبره قال لي شوفي انا ما بقيتش بغيت ولا جايبه معاك شي حاجه ديها معاك كنت ديك الساعه مفرشه ومقاده الا جايبه معاك شي حاجه ديها معاك هزيت الفراش كامل خرجت من الزنقه الذهب ديالي داب ليا خرجت كلشي وقال لي عرفتي شنو ديري الا كنتي مرش عليه فيه العافيه عرفتي شنو هو وانا تما فين غيب ديالك بني العصا ديال تقول لي نسناك مرش عليه فيه العافيه راه هو خرجي كلشي وتعلي فيه معاه في معدي من دير بك انا ريحتك ما تبقاش تدور في الدار خرجت كلشي كلشي حوايجي وكلشي داكشي ديالي انا شعلت العافيه العافيه طلعت بوم تل السما كلشي مشاو ليا فلوس تحرقوا مشى ليا ذهبي تحرق ليا مشى ليا كلشي 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 شعلات العافيه العافيه شعلات جاو الجوندار هما اللي كيحكموا جاو داكشي قال لهم لا راه شي حوايج ما بغيناهمش قال لي قسما بالله خمس سنين نلصق لك قال لي تقيت فيك وجا الله الدراري صغار هو اللي قال لي حرقيهم حرقتهم ما درت والو وجا انا درت شي حاجه هو قال لي حرقيهم انا حرقتهم ما درت حتى شي حاجه قال لي الا كنتي مرا حرقيهم وانا معصبه ما عندي حتى واحد ما عندي ماما ما عندي بابا ما عندي خوتي ما عندي حتى واحد اللي غادي اللي غادي اللي غادي يوقف في جنبي انا اللي جيت نعاود لكم راه بزاف راه ساهله بالتعاود ولكن ملي تشوفوا بعينيكم راه صعيب راه داز عليا العادات تحرق داك الشيء العصا بزاف د الحوايج دابا قال لك لالا كتاجري في البشر التجارة في البشر عندك من 15 عام حتى 20 عام تحت حتى شمن تاجر البشر واش انت واش انت قاري على القانون ولا معاودين لك عليه راه ولادي كنشارك اشنو شريت ليهم شنو وكلتهم شنو راه ما انا من الجلسات على ركابيه جلسه كنصب زرابي ما انا من اللي كيلبسوا يوقفوا قدام الكاميرا ويقول لك لبسنا ما انا من اللي كي ماكي وتقابل ما دايره والو راه ما كنشارك روتين عادي شويتي عندي بعد مني الله يرحم لك الوالدين اش بغيتيني ندير شي حاجه فراسي راه كنكسب اولادي واش تبغيتي دير لي ولادي ندير شي حاجه فراسي راه خويا شحفت من قبيله وانا كنبكي على النبي الله عطاني بالثقه الله يرحم لك الوالدين ولف مصروف ما كتعطينيش الدرهم كتقولي دايره اليوتيوب وسيري منك اليوتيوب ديالك انا ما غاديش نعقل عليك ب 10 دريال بغيتي
بغيتيني نعطيك فلوس حيدي اليوتيوب، ما نقدرش نحيدو داكشي اللي تعطيني انت ما قادنيش. يعني رس عليا، خاص الدواء ديالي انا، خاصني الدواء ديالي، الدراري شحال من حاجه، انا خدامه على راسي. راه ما كاينش غير وجه ولادك فهاد 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 القناه، راه كاين وجهي انا، كاين وجه الضيفان اللي كيكونوا عندي، كاين وجه بنت خالتي، كاين وجه امي. راه كما بزاف ديال الحساده وبزاف القنوات اللي ما عندهم ما يدار، كيقول لك عايشه على دار السعديه، والسعديه بوحدها اللي كتبان، والسعديه راسها كتجي ديك كيجي قباط الروح هو كيصورها ولا شنو. نتوما مالكم غالطين؟ لا نتوما ولا هو. ورا انا راسها راه رامرة راه 28 عام، عندي ثلاثه الوليدات، الله يجعل البركه، راه عييت، راه الشلاغميه بمستجاتهم راه تغلبوا، راه عييت والله حتى كتبتوا عليا الدقر، وليت كنفكر غير في نصفي راسي ونتهنى والله. راه كثر عليا الحمل وكثر عليا الدار، راني امراه راه ما دايره والو. واش انا عندي شي مشاهده اللي تستاهل؟ ما نعرف شنو، راني على قد الحال، راه ماشي شي مشاهده اللي عندي واو اللي غيتبعني على. راه ما كندخلش واحد المليون ولا جوج المليون ولا ثلاثة المليون ولا 10 المليون في الشهر، راه على قد الحال. راه الناس عندهم جوج المليون كيدخلوها الشهر خدامين وتقهروا، يا ربي السلامه فيها الخيبه. انا لومبيلونس ديزا ما عرفتش هاد السيده شنو باغي عندي، والله ما عرفت. شوفوا الناس، الله يجازيك بخير عطاني الثقه. انا علاش انا ما كنت ندير هاد الفيديو؟ الناس قطع عليا وبلوكاني، انا كنهضر معاه ويبلوكيني وقطع عليا. علاش علاش قطعتيني وبلوكيتيني؟ واجهني، قال لي بيناتنا المحكمه القانون غادي يحكم. والله يديك عطاني الثقه، واش فرقتيني طلقتيني جريتي عليا وصافي مشيت فحالي بعد مني، عطاني بالثقة، خليني نعيش أنا يعني ولادي كحقيقة، حقيقة راه ماشي ولادي بوحدي، راه ولادك حتى نتا، ولكن خلينا نعيشو بالثقة. راه مديريش شي حاجة اللي مخلة بالحياة باش تقولي كتاجري في الدراري وخسرتي الدراري، والدراري ماشي تربية هاديك وغيكبرو يشوفو راسهم، وانتي ماشي أم اللي غتمثلي المرأة المغربية، وانتي ماشي أم غادي تمي ما تستاهليش تكوني أم، وما يستاهلوش يكون عندك دوك الوليدات، راه شكون اللي رباهم؟ راه لا لا نتا ولا نتي ولا نتي ولا نتي ولا نتا. كلكم كتشهدوا في الكومنتات كتقولوا وليدات مربين ونقيين وظريفين، يا على دوك الاولاد واش نزلوا من السما هكاك؟ على ماشي انا اللي كنربي، ماشي انا اللي كنرعى، ماشي انا اللي كنعصي، ماشي انا اللي كنهضر، ماشي انا اللي كنصاري الا مرضوا، ماشي انا اللي كنوقف، ماشي ماشي ماشي. ما كنديرش شي حاجه خايبه، بعد مني اخويا الله يرحم لك الوالدين. عباد الله راني عييت، راني عييت، راه تقهرت، راه هزا واحد الحمل، راه ما يحس بيا غير اللي مجرب. راه صافي، راه هادشي شنو انا نقولها لقدام هاد الناس كاملين، وهاد الفيديو قلته باش نشهد عليك هاد الناس كاملين. راني مشيتي تا خديتي ليا ولادي، ولا درتي ليا شي حاجه في الدراري، والله تندير شي حاجه في راسي، والله تندير شي حاجه في راسي، وذنوبي عليك وذنوب ولادي عليك وذنوب ديك الشنتيفه تاع عمي السعديه عليك، اللي مسكينه مريضه حالتها دابا حاله. وما حيلتي المستعديه، ما حيلتي لولادي، ما حيلتي راسي، ما حيلتي انا. انا حقيقه راني حمقه، بعدا راه كنت باغي انا ربي بنت، راني كون راني زايده الخل على الخميره، انا ما عنديش العقل، انا حمقه كنقولها ونعاودها، انا حمقه صراحه. خاصني نمشي نشوف شي طبيب، هادشي بزاف عليا وكثر عليا، غادي نقول حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. كيف ما باغي تفرقني على ولادي، الله ياخذ فيك الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. فيك ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، خير كلام حسبي الله ونعم الوكيل، فيك ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. شوفوا خوتي وخواتاتي، ما تنسونيش من الدعاء، الله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل عليكم. انا بلا ما تحتاجوا تخليوا الكومونتيرات، كنقول لكم عافاكم ديروا الكومونتيرات باش يطلع الفيديو، انا بلا ما تكتبوها في الكومونتيرات غنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين. الا ما حسوا بيا ودعوا معايا في وجه الله، هزوا يديكم للسما بلا ما تكتبوا لي والو، هكا ودعوا معايا. ما عرفنا عند من، ما عرفت دعوت من اللي مستجابه. الله يسهل عليكم، ونقول لك اولاد الناس الله ياخذ الحق، الا كنت ظالمك الله ياخذ فيا الحق، ولا كنتي ظالمني حسبي الله ونعم الوكيل.